يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، فما حجة وما دليل من يقول بأن الإمام أحمد قد أجاز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ هذا كما سبق أن أقوال العلماء احتجوا لها ولا يحتج بها، حتى لو ثبت أن الإمام أحمد أو غيره قال قولا ولم يكن عليه دليل فإنه لا عبرة به، لا عبرة به. نعم.